دراسات جديدة أظهرت أن مجموعة من البكتيريا الضارة تنتج حمض سيء في الفم عند تناول السكريات. هذه الأحماض تعمل على إزالة المعادن من الأسنان، وهي الطبقة الخارجية من الأسنان، وبالتالي يتم إزالة المعادن الهامة من هاته الأخيرة. وحسب الموقع، فإن اللعاب يساعد على منع هذا الضرر باستمرار في عملية طبيعية، كما أن المعادن في اللعاب الخاص بك مثل الكالسيوم والفوسفات يساعد على إصلاح المينا نفسها من طريق استبدال المعادن المفقودة خلال هجوم الحمض. ومع ذلك، فإن الدورات المتكررة من الهجومات الحمضية يسبب فقدان المعادن في المينا مع مرور الوقت، مما يضعف ويدمر المينا ويشكل تجويف.